هالاوراق يا ابو ساره، انت تدري فيني انا ما اعرف اقرا. يا اخوي يا شملان، الدنيا حياه وموت، وهذه الاوراق لتثبيت الحق. اذا ياني امر الله، على الاقل بنتي تعرف حقها وين فيه. اي بس يا ابو ساره، انت تدري فيني انا ما اقدر على الدين. انا كل اللي بغيته منك مساعده بسيطه. يا اخوي يا شملان، هذا 50,000، 25,000 اللي انت طلبته، و 25,000 هديه مني لك. بعدين انا ما كتبت اقرار دين عشان احد يطالبك فيه، انا كتبته مقابل رهن بيتك. رهن بيتي؟ شنو يعني انت تبي تاخذ بيتي؟ الله يسامحك يا اخوي يا شملان، انت تعتقد ممكن انا اسويها ولا بنتي تسويها من بعدي؟ هذا ظنك فيني اني انا نذل؟ ايبا هاك فلوسك، هاك فلوسك يا ايبا، روح بخليها بينك وبين ربك ليوم الدين. استريح يا اخوي شملان، انا الله سبحانه وتعالى بيحاسبني على نيتي، لاني بقيتك تستفيد منها بالحلال واخذ الاجر، لكن للاسف رفضت تطبيق كلام رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله. انت شو تقول انا؟ اي انت يا شملان. شلون؟ أنت نسيت قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل فاكتبوه. صدق الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله كأن كلامك صدق يا أبو سارة، أعوذ بالله منك يا إبليس. والله أن الجهل مشكلة يا أبو سارة. عطني بعد، عطني بس أبيك تبصم لي على الأوراق. إن شاء الله، إن شاء الله. هذه قائمة المشاركين تدعمينهم طال عمرك. اسمع، أبيك تحضر المعرض الكبير وتخصص لكل مشارك مساحة معينة علشان يقدر يعرض فيها منتجاته، وأبيكم تعطونهم المواقع مجانا. إن شاء الله طال عمرك. وبعد أبي منكم شيء ثاني، آخر يوم في المعرض أبيكم تشترون كل المنتجات المتبقية. نبي نشجع الشباب، أبي أشوف الفرحة على وجههم. إن شاء الله، حاضر. تفضل. تسلمين. مدام هذي فواتير لأثاث المسجد. إذا في أوراق ثانية تخص المكتب لا تجيبينها، أنا تعبانة وايد. حاضر مدام. تفضلي. لا تبيع أي سهم، واشتري أكبر عدد من الأسهم اللي تلقاهم في السوق، بس لا تحطهم في محفظتي الخاص، حطهم في المحافظ الثانية. لا لا، العصر أنا أكون عندكم في المكتب. يلا زين، مع السلامة.
قلبي عليك مثل النار. هلا وغلا، شا الصباح الزين. مريم بنفسها متصلة فيني؟ الساعة المباركة جاية المزرعة؟ حياك الله. انت تعالي بس وشوفي عبد الرزاق ايش بيسوي. فمان الله. فرزان كلامي تعالي بقى. شوف بتيري ضيفة غالية علي وايد، بغلات بنتي سارة ويمكن اكثر بعد. حاضر. ابيك تنظف المزرعة عدل زين يبا؟ حاضر. يلا يبا. أنا عايشة ببركة هالدعاء. تدري فيني لا تزوجت ولا عندي عيال ولا حتى عندي أهل. عايشة ببركة دعاء هالطيبين. الله يعطيك على نيتك. زين، وبالنسبة لراشد؟ أي راشد؟ راشد ولد خلف. خلف؟ اسمعني عدل يا راشد، مريم ما قصرت معك. أبيك تبيض الوي وتثبت لها أنك كفو. حاضر يا عمي حاضر، لا تحاتي، اعتبر الموضوع خالص على هالخشم. كفو والله. انت كم طلبت من مريم؟ والله يا عمي اللي انا طلبتها من مريم 50,000 دينار. وهذه 70,000. 50,000 اللي طلبته و20,000 لك مساعده. بس قبل ما اعطيك هالفلوس لازم ابرر ذمتي واثبت لمريم اني سلمتك الفلوس. شلون؟ مو فاهم شيء انا. تفضل. شنو هذا؟ افتحها وقراها وانت تعرف. استلمت انا راشد خلف من السيد عبد الرزاق مبلغ وقدره 50,000 دينار مقابل تسديد ديني و20,000 مساعدة، وعليه اوقع راشد خلف. هي بس يا عمي اللي انا قريته بالورقة إن هذا دين ثاني. عادي يا راشد، وهذه 10,000 مني. والله ما أدري إيش أقول لك عمي، بس أنت كذي بتدخلني متاهات. اسمعني يا راشد، أنت معاك الحين 80,000، 50,000 دين و30,000 مساعدة. هذه لك ولعيالك، وسدد فيها ديونك قبل الناس لا تسجنك. وبالنسبة لمريم، مريم الله منعم عليها ويدها سخية، وعمرها ما عطت أحد وطالبت فيهم. تبيها الطالب من وراك؟ وقع يا ريال، وقع. هذه فرصة وياتك. وقع. مبروك يا ريال. مبروك.